انا اليوم محاضر بالنيابه عند الزملاء ديالي الجمعيات والنوادي ديال الحي الحسني. اذا اليوم حنايا سمعنا واحد التظاهره البارح عبر الواتساب، وجينا اليوم باش نحضروا التظاهره، ولقينا ان التظاهره يعني الامن ما خلاهاش تكون لاسباب لانه ما عندوش تصاريح. حنا اليوم كنلتمسوا من جلاله الملك محمد السادس يلقى لنا شي حل، لاننا تضررنا بالفعل، تضررنا بزاف. يعني ديجا كانوا عندنا كريديات، يعني وقفنا من شهر 3 حتى شهر 6، خدمنا شهر 7، يعني حتى ما خبروناش كيفاش. يعني جا عندنا المقدم قال لك غدا غتوقف، يعني الكليان يلا حنايا تنردوا لي لي زابونمون ديالو تنديروا المسائل ديالنا، يعني يلا بدينا تنخدموا. حنا نورمالمون في لي سال كتمارشوا واحد الشهر، يلا كتبدا تخدم الشهر الثاني، يعني يلا بدينا تنخدموا تنتحركوا. اذا كنتفاجئوا عاوتاني كيوقفونا. يعني والمشكله دابا هي انه تراكموا عندنا الديون، كاين اللي مساكن راه ما كيلقاش ما ياكل، راه كاين اللي يعني بصح لي كوتش راه تضروا بزاف، وتا المسير ديال النوادي. حنا جينا اليوم للعماله باش نديروا واحد الوقفه السلميه، لان ضرينا شويه، ماشي شويه بزاف، لان الناس توقفوا، الناس عندهم وليداتهم، عندهم ظروف، عندهم لي شارج ديالهم ديال المدارس ديال وليداتهم. كما كتعرفوا بان يعني من ضرينا بزاف في هذه المساله، وبغينا الحلول من الجهة المسؤوله بالنسبه لهاد النوادي ديال الرياضه، لان بصراحه كاين الحل، كما لقاو الحلول لجميع المؤسسات بالنسبه للطوبيسات وبالنسبه للمقاهي وبالنسبه للمطاعم، كلهم لقاو لهم الحل. ولكن بالنسبه للنوادي ديال الرياضيه حنا كنطالبوا بهذه الحلول، يعني جميع بحال المؤسسات، ومستعدين نديروا التباعد الاجتماعي ونديروا الكمامات ديالنا، ونتمنوا من المسؤولين والجهات الخاصه اللي هما يا مكلفين بهاد القاعات الرياضيه بحال الوزاره ديال الثقافه يشوفوا لنا شي حل ويحلوهم لنا في اقرب وقت. وحنا مستعدين نديروا جميع الاحترازات ديال هاد الجائحه اللي جات على العالم كامل باسره.